حضرتك هو يعني سجل في الدوري، سجل في الكاس، سجل في البطولة دوري ابطال الأفريقية. افريقيا، لعيب ينزل مؤثر، مركز، بينزل مركز ومسته في الفينش، تمام. بيعرف يجيب جول. نروح بقى لرمضان صبحي. رمضان صبحي ما شاء الله قدر ان هو يستغل الجبهه اليمنى. بالمناسبه احمد الشيخ، الهدف اللي سجله ده الهدف رقم 63 في شباك عبد المنصف من النادي الاهلي، اكتر حارس استقبل اهداف من النادي الاهلي في الدوري عبر التاريخ عبد المنصف، 63 هدف منهم 6 طبعا المباراه اللي هي بتاعت 6-1. ده برضه اكتر حارس استقبل اهداف من النادي الاهلي في الدوري برصيد 63 هدف. ماشي، نبص بقى على رمضان